توافد عدد كبير جدا من العائلات على القناطر الخيرية، مكان طبعا مميز جدا وجاذب لكل الأسر المصرية للاحتفال بعيد الفطر. امتلأت الحدائق العامة والأماكن السياحية بالمواطنين اللي حرصوا على قضاء أوقات سعيدة وسط الطبيعة الجميلة في القناطر الخيرية. خروجة القناطر الخيرية هي من أشهر وأحب الخروجات للأسر المصرية في عيد الفطر المبارك. استقبلت حدائق القناطر الخيرية العشرات من الأسر والعائلات التي جاءت للاحتفال بالعيد وسط الطبيعة وأجواء نهر النيل. فرحة بتبقى جميلة النهاردة إن أنا في وسط عيالي مع المنظر الجميل، مع البحر، مع الأسرة الكريمة. بيبقى يوم حلو ويوم ممتع، وفي نفس الوقت الواحد بيحس بإحساس جميل وبسعادة. خروجة العيد بتبقى حلوة مع الأهل والصحاب وأكتر الأهل. اللي بيعجبني المية مع الخضرة مع الجو الجميل ده، ونحن دلوقتي كمان في أجواء حلوة قوي، كل حاجة جميلة فيها. يعني بصراحة يوم بيبقى يوم ممتع في الجناين، وبعدين هي أثرية يعني حلوة، بتدل على البحر وبتدل على الجناين. حدائق القناطر الخيرية المعروفة باسم ستانلي الشرق استقبلت المواطنين والأسر للاحتفال بعيد الفطر، حيث تكتسي الحدائق بحلة جديدة زادها جمالا على جمالها لاستقبال الزوار للاستمتاع بين أحضان الطبيعة الخلابة. وفتحت حديقة لؤلؤة الشرق أبوابها للزائرين من الساعة 8 صباحا خلال فترة الأعياد، حيث رفعت إدارة ري القناطر الخيرية حالة الطوارئ، وتم تكثيف أعمال الصيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق. احنا كده بالنسبة لنا حديقة لؤلؤة الشرق، وعندنا جناين كتير طبعا، تاني 10 جناين مطورين حالتهم كويسة جدا، وفيهم برضو مميزات. كل جنينة بيبقى ليها ميزة مختلفة. يعني بالنسبة للقلقة الشرق هنا في فرع دمياط، احنا على الممشى بتاعه، في الممشى هنا بيبقى جميل جدا، وفي ملاهي وفي كافيتيريا وفي حاجات كتير للمتعة للأطفال والأسر كلها، وفي مكتبة برضو للأطفال يقدروا يقروا فيها. في حديقة مثلا الياسمين فيها شلال، فيها في حديقة البحيرة فيها بحيرة، في المتحف الثقافي. حديقة القناطر دي كانت أنشئت أيام محمد علي، صغر إنشائها حوالي 20 عام، انتهت بإنشائها سنة 1848. كان الغرض منها حضرتك الفكرة في ذهن محمد علي إن هو يعمل عملية ثورة واستصلاح زراعي كبيرة في مصر ومنطقة الدلتا، كمان عشان يحمي منطقة الدلتا من خطر الفيضانات، وبرضو ميزة كمان إن هو يبتدي يخزن المية أمام القناطر ويبتدي يستغلها في فترات الجفاف، إن هو يمد منطقة الدلتا كلها سواء بمياه الزراعة أو ساعتها مثلا مياه الشرب. وبعد كده محمد علي جات له الفكره ان هو يستغل جميع الاراضي المحيطه بالانطره يعملها زي جناين على النظام الاوروبي، فجات الفكره في دماغه ان هو يستغل الحاجات ديت وينشئ حوالين منطقه القناطر مجموعه متكامله من الحدائق فيها اشجار كتيره نادره، نباتات، زهور، يستغلها في اي وقت للزيارات ويبقى حمايه للمنطقه. حب المواطنين لحدائق القناطر الخيرية بدأ يعود من جديد، وتتربع الحدائق في قلوبهم مرة تانية، وهو ما ظهر جليا في أعداد زوار الحدائق خلال إجازة احتفالات عيد الفطر المبارك هذا العام. القناطر يعني يعتبر من الأماكن الأثرية، طبعا البحر بتاعها جميل، هواء مريح، الجنينة بتاعتها طبعا يعني الحدائق مليانة ورود زرع. الواحد حابب ان هو يجي هنا ان هو مثلا كتغيير جو، كيشوف يتعلم من اثر بلده، يعرف الجمال اللي عندنا بتاع بلدنا. هي القناطر اولا مكان جميل وبنيجي فيه انا وقرايبي كتير، ومكان جميل بامانه، والبحر شكله جميل برضه، والهواء طبيعي وحلو. كميه الحدائق في القناطر كتيره، فدي برضه ميزه. يعني الشعب المصري عموما بيحب الحدائق وبيحب اللي هو مثلا يعني الاولاد بيحبوا يلعبوا، وطبعا مش هيلاقي احسن من القناطر في الجناين والحدائق اللي موجوده حوالينا ديت، فدي بتبقى حاجه مميزه يعني كويسه ان الاطفال وامان للاطفال كمان. يعني الواحد بيسيب اطفاله في الحدائق بيبقى مطمن عليهم ان هو ولا هيخرج منها ولا في اللعب، تمام، بيبقى حاجه كويسه للاطفال. مدينه القناطر من اهم الاماكن للخروج في العيد بالقليوبيه باقل تكلفه، والحدائق بالقناطر الخيريه تعتبر مقصدا لكل أهالي القليوبية والقرى المجاورة في العيد والمناسبات المختلفة. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر.